استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة الدفاع البحرين في القيادة العامة صباح اليوم وفدا من أعضاء اللجنة البحرينية البريطانية العسكرية المشتركة برئاسة كل من اللواء طيار متقاعد نايجل مادوكس والسيد مارتن داي من وزارة الدفاع البريطانية، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع. وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بوفد أعضاء اللجنة البحرينية البريطانية العسكرية المشتركة، مشيدا معاليه بعلاقات الصداقة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة والتي لها جذور تاريخية متينة، منوها معاليه بالتعاون القائم بين البلدين الصديقين في شتى المجالات ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات في المجال العسكري، متمنيا معاليه كل التوفيق والنجاح لأعمال اللجنة البحرينية البريطانية العسكرية المشتركة والتي تهدف إلى تحقيق التنسيق والتعاون الدفاعي والتكامل وتبادل التجارب في المجال العسكري بين الجانبين.